بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي قناة النادي الأهلي الفضائية، يسعدني معلقكم حسين توفيق معلق كرة اليد أن يقوم بالوصف والتعليق على أحداث المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم أبطال الكؤوس الإفريقية المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي. هذه البطولة اشترك فيها 12 فريق، اتقسموا على أربع مجموعات. الأربع مجموعات هنقولها لحضراتكم في عجالة. النادي الأهلي معاه في مجموعته من وا من واسا ليناز والاتحاد الليبي، والمجموعة دي هي المجموعة الثالثة. أما المجموعة الرابعة، أما المجموعة الأولى فتضم فينيكس الجابوني وكير نباتا دورام من أثيوبيا ودي اس كي الكونغولي وداد سمارة المغربي. أما المجموعة الثانية فهي بتتكون من انتر كلوب الأنغولي والنصر الليبي وفاب الكاميروني وسبورتنج المصري. أما المجموعة الثالثة فمتكونة من أربع فرق، جي اس ال الكونغولي أو الكونغو الديمقراطي بمعنى أصح، ومعها كيريكوس الأثيوبي وريد ستار الإيفواري وهليوبلس المصري. إذن المجموعات أربعة، أربع فرق في كل مجموعة ومعها المجموعة الثالثة في الرابعة في النادي الأهلي. إذن عدد عدد الفرق 15 فريق، كانوا 16 وانسحبت فرقة أمس فأصبح العدد 15 فريق. القرعة تمت طبعا، وأيضا قرعة السيدات اتعملت على مجموعتين لأنهم 10 فرق فقط، اتعملت على مجموعتين. المجموعة الأولى بتضم النادي الأهلي المصري مع بريميورو الأنغولي وكارا الكونغولي وهيرتاج الكونغو الديمقراطي ودايناميك الكاميروني. أما المجموعة الثانية فهي أربع فرق فقط، فاب الكاميروني وبترو أتليتو الأنغولي وأبو سبورت الكونغولي وهابيتات الأفواري. إذا تسع فرق في هذه في مجموعة السيدات هم بيمثلوا أفريقيا هذا العام. النهاردة اتلعب لغاية هذه المباراة 10 مباريات، وطبعا بحاول أجيب نتائجها أول بأول أول بأول. إنما النهاردة هليوبلس فاز على جي اس ال، هليوبلس طبعا مصري، على جي اس ال الكونغولي 34-24، وده سمارة المغربي للأسف اتغلب من فونيكس الجابوني 25-24، وجي اس كي الكونغولي فاز على كيمباتا 67-19 في مفاجأة مدوية وعالية الأهداف بشكل يعني يلفت الأنظار تمام، يقول لكل اللي موجودين احترسوا من جي اس كي الكونغولي. على أي حال من الأحوال، على أي حال من الأحوال، احنا ثواني وهنبتدي اللقاء الافتتاحي. طبعا هو الافتتاحي لسبب، هتقول يا كابتن ما انت لعبت ماتشات الصبح. ايوه لعبنا ماتشات الصبح النهارده، لكن هي مباراه الافتتاح اللي يتبعها دائما مباراه النادي المنظم وهو النادي الاهلي في هذه البطوله. مباراه افتتاحيه ان شاء الله هتكون فتحه خير بين النادي الاهلي ونادي از مينوا الكاميروني. هيمثل النادي الاهلي النهارده في هذه المباراه، بس في خبر غير سعيد شويه، للاسف امبارح اصيب لاعب بكار محمود عمر الوكيل او عمر مصطفى الوكيل، اصيب امس واعتقد انه مش في التشكيل خالص النهارده، وهو فعلا مش في التشكيل. هيمثل الاهلي النهارده هادي رفعت والسيد محمد ومحمد عصام، ابو الفتوح حماصه المستعار من نادي سموحه وده مسموح به طبعا في البطولات الافريقيه، قدامنا محمد عادل وادي حسام قريش الدكتور ادري، مجموعه الاداريين في النادي الاهلي بيسلموا على رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي ومدير البطوله. بيمثل النادي الاهلي مره ثانيه النهارده هادي رفعت السيد محمد والطيار، معاهم ابو الفتوح في الملعب ومحمود فايز نعيم، احمد عبد الرحمن، مصطفى خليل، محمد ابراهيم، اسلام عيسى، حسن عيسى، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن بودي،
ومحمود عاصم، احمد حسام ميدو، محمد عبد الوارث، عمرو الاليوبي، باجيو، ابراهيم المصري، عمرو الوكيل اللي النهارده خارج التقسيمه، محمود زكي، ومعاه عمر الحجاج. السيد بيعود النهارده لحراسه المرمى النادي الاهلي، وادي ايضا عوده حميده لمصطفى خليل. نتمنى له كل التوفيق، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي، والكابتن طبعا الكابيتانو محمد عبد الوارث هو كابتن النادي الاهلي، وحكام تونس ان شاء الله شوكير وعادل ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. اما فريق منوا، فريق منوا النهارده بيمثله راؤول رقم 2، راؤول وجاسون لاي رقم 3، جاسون لاي. اما رقم 4 اللي قدامنا في الصوره اهو كابتن الفرقه بابا زينجا روميو، بابا زينجا روميو، بابا زينجا روميو. رقم 5 رودريجو، رودريجو. نمره 6 او رقم 6 جاكسون، جاكسون رقم 6. رقم 7 جونتراد، جونتراد اسم انجليزي شويه. ونمره 8 بيكيم باي ان هيلر، هيلر رقم 8. رقم 9 جين. رقم 11 سيدريك، رقم 11. رقم 12 ماريو، رقم 12 ماريو. رقم 13 فابريك. رقم 14 فرانك. رقم 15 فولزي. اما رقم 16 فهو موت ادولف، موت ادولف رقم 16. الصور التذكاريه تؤخذ. اما الجهاز الفني بقياده جولين ولوك اوليفر، لوك اوليفر. حكام النهارده من تونس زي ما قلت لحضراتكم. اما النادي الاهلي النهارده الجهاز الفني والاداري بتاعه نكرر مره ثانيه، عاصم حماد، كابتن عاصم حماد، معاه كابتن محمد عادل زولا، واحمد محمد احمد كمال، ومعاهم ايضا طارق رضوان واحمد فخري والمدلك محمد شريد ومحمود رفاعي والدكتور حسام قريش والطبيب احمد ادري. وكل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الاولى المنتظره لجماهير وعشاق النادي الاهلي لهذه البطوله ان شاء الله باذن الله، التوفيق باذن الله. قبل ما نبتدي هذه المباراه طبعا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم اولا، وثانيا كل التمنيات الطيبه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في العمليه الجراحيه اللي هيقوم بها ان شاء الله هذا الاسبوع. كل التمنيات الطيبه مني ومن قناه النادي الاهلي بالشفاء العاجل وعودته الى مكانه وبيته الطبيعي كابتن محمود الخطيب. ثواني وهنبتدي المباراه. النادي الاهلي بيلعب النهارده بلبس الازرق وصافره من الحكام التوانسه، وبدأ اللقاء. الأهلي بيلعب بلبسه الأزرق كاملا على يمين الشاشة، ومنوا بيلعب بلبسه الأبيض كاملا أيضا على شمال الشاشة. الأهلي بيلعب بطريقته الدفاعية المشهورة 6-0 اللي بيطبقها بكل قوة وبكل اتقان. وخطف الكرة، خطف الكرة محمد إبراهيم، وقف على كورته، وده احمد عبد الرحمن، احمد عبد الرحمن وقف على كورته ورجعها مره ثانيه للخلف. عمرو الاليوبي عمل الباص وخرج. مصطفى خليل لمحمود زكي في الشمال، محمود زكي في الشمال. تمريرات هادئه نوعا ما، هادئه نوعا ما. طبعا افتتاحيه اللقاء عاده بتبقى هاديه عشان نشوف نقط الضعف والقوه فين في الفرقه دي. اول تسديده في اللقاء
والهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق حسام ميدو بشماله، احمد حسام ميدو في الدقيقه الاولى بيسجل الهدف الاول، جاي اهو من الباك الشمال والباك اليمين وبمنتهى القوه. حسام من الناشئين اللي صعدوا وخد فرصتهم كامله مع الكابتن عاصم حماد ومع النادي الاهلي وايضا مع منتخب مصر لانه اثبت وجوده. نمره 15 فولزي الباك الشمال، تسديده قويه من التسديدات السريعه اللي ما بتتشافش وبيسجل بيها هدف التعادل 1-1. احمد ابراهيم سامح العبد الوارث، تنزيل على الدائره لكن اتخطفت ورجعت، بقت هجمه مرتده سريعه، هجمه مرتده سريعه هيسجل لكن السيد، يا سلام يا سيد، تتصد وترجع لزكي، زكي 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 لمصطفى خليل، زكي هيقف على كورته ويبتدي العقل المدبر يشتغل. زكي النهارده بيلعب مكان بكار، كل التمنيات الطيبه لبكار من الاجنحه المميزه دفاعا وهجوما، كل التمنيات خد خبطه امبارح في مباراه امس بتاعت السوبر، لكن ان شاء الله يقوم ويرجع لنا ويكمل هذه البطوله. تسديده يا خليل يا خليل يا خليل يا مصطفى، 2 الاهلي 1 من واب، بنلعب في الدقيقه الثالثه اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي ونادي من واب في بطوله انديه ابطال الكؤوس للرجال والسيدات المقامه على صاله الامير عبد الله اللي متزينه النهارده بكل انواع التزين، ده طبعا النادي الاهلي. فرانك لفولزاي، فولزاي هترجع له مره ثانيه، فعلا رجعت له لكن تلاقي له احمد ابراهيم، احمد ابراهيم النهارده بيريح بعض، احمد عبد الرحمن عفوا بيريح بعض الشيء محمد ابراهيم لان مباراه امبارح كانت صعبه الحقيقه. السيد بيطلع الكره، السيد لمصطفى، مصطفى على يمين لحسام لبودي اللي ايضا بيلعب النهارده من بدايه اللقاء، بيلعب في الجناح الشمال في الجناح اليمين عفوا، بيرجع عبد الوارث بايفوت النادي الاهلي وكابتنه يستلم وسط الملعب عشان يعمل تبادل حركي في المنطقه الخلفيه وزي ما احنا شايفين في الشاشه اهو. يلا حسام لعبد الوارث هيخش ويشوط ويسجل، لا للاسف فوق العارضه، فوق العارضه لكن اتعمل كويس ومشي كويس لكن الفينش الاخير ما كانش مظبوط 100 100. معلش عبد الوارث تتعوض. 2 النادي الاهلي 1 من واه الكاميروني، وبنلعب اعزائي المشاهدين في نهايه الدقيقه الرابعه نهايه الدقيقه الخامسه من احداث الشوط الاول من مباراه الاهلي واز من واه في المجموعه الرابعه اللي هي مكونه من از من واه الكاميروني والاتحاد الليبي ومعهم طبعا النادي الاهلي. السيد طلع الكره، بياخد فاول، لا والله الاليوبي خد فاول فعلا وطلع. زكي في الجناح الشمال قدامه طبعا راجل ضخم زي ما احنا شايفين رقم 14 فرانك. يلا يا زكي يلا يا زكي، بصبصه لحسام لكن ما قدرش يستلمها تطلع خارج الملعب، تبقى رميه جانبيه لصالح من واه الكاميروني. راؤول في الباك الشمال، راؤول مره ثانيه بترجع له في نص الملعب لهيلر، لفولزي، هيلر مره ثانيه بيحاول يعدي لكن شاط شاط من بره وخارج الملعب، لكن هنا في فاول، فاول عليهم حسب الفاول عكسي. مصطفى خليل بيمارس هوايته المعتاده، بيخش وبيعمل حجله ونطه فوق وبيسجل بيها الهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه السابعه. اذا النادي الاهلي 3 زي ما شفنا في الاعاده اهو، النادي الاهلي 3 من وال كاميروني 1 و7 دقائق مرت من عمر الشوط الأول. طبعا الافتتاح كان جميل جدا جدا، هادئ ومنتظم وما فيهوش أخطاء، يعني شغل ومجهود كبير جدا، وطبعا كل التحية للنادي الأهلي لأن لما يعمل أربع بطولات أفريقية وخلافه في خلال الشهرين اللي فاتوا دول ده يبقى حاجة كبيرة. هدف تاني للنادي
من وا عن طريق راؤول. اذا اثنين من وا الكاميروني، ثلاثة النادي الاهلي. حسام لمصطفى، مصطفى لعبد الوارث لزكي اللي مش ملتزم بمكانه، ده دلالة على ان في تعليمات انه العب في كل مكان وافتح السكة وافتح كل حاجة. عبد الوارث، هنشوف عبد الوارث هيعمل ايه. لخليل في الشمال، هل في تحرك على الدايرة من احمد عبد الرحمن؟ لا، ده اللي اتحرك زكي، اتحرك زكي وجاي من الخارج، اذا هو اللي هيشوط. عمل اربع خطوات زكي، عمل اربع خطوات او حط ايده قبل ما يعدي، فاتحسبت فاول عليه. اذا فاول على محمود زكي. اعتقد في تغيير دلوقتي او اداله دقيقتين. لا، ما ادالوش دقيقتين. هنشوف دلوقتي عموما لو لعيبه الاهلي ناقصه يبقى خد دقيقتين. فعلا ادى لزكي دقيقتين. هل الاعتراض؟ يبقى اذا محمود زكي واخد اول دقيقتين في اللقاء. وتسديده بمنتهى القوه بيسجل بيها الهدف الثالث في غفله من دفاع الاهلي رقم 6 جاكسون. هدفين ورا بعض، كرة قوية جدا على شمال السيد محمد السيد بيسجل بها الهدف الثالث لمنوال كاميروني. إذا التعادل بين النادي الأهلي ونادي منوال كاميروني. محمد عبد الوارث لأحمد عبد الرحمن لبودي، مصطفى خليل جاي من الخلف أحمد حسام ميدو بيحاول يسقطها لكن اتوقفت الكرة. مصطفى خليل مرة ثانية، الاهلي بيلعب 3-3 في الهجوم وفي حركه دائمه في الخط الخلفي. يلا يا مصطفى وتسديده قويه لكن بتيجي في رجل في احد لاعبي من وال كاميروني، وشرط اللعب السلبي بدات تطلع. رميه جانبيه، طبعا هنا في ست عدات زي ما احنا كلنا عارفين وشرحناها قبل كده. عبد الوارث بيحاول يعدي وعدى، لكن في اشاره، هنا اعتقد انه لمس الخط قبل ما يشوط. اعتقد لو اتعادت هنقدر نحددها اكتر واكتر. احمد عبد الرحمن بيتكلم مع كريش حكم اللقاء. يلا يا مصطفى وبلوك وخارج المرمى ورميه جانبيه. اذا برضو الكره دي لازم تتشاط على طول، يعني الباصه وشوطه. يلا ميدو شوت يا ميدو، لكن شوت وحش قوي فوق العارضه بكتير. هو طبعا شوت مستعجل نوعا ما عشان خاطر العد كان تقريبا انتهى بتاع الست باصات او الست تمريرات. رقم 11 سيدريك. فين سيدريك ده وسيدريك فرنسا؟ فرق كبير، لكن هنا ما شاء الله عليه القوة متميزة. سيدريك مرة تانية لفولزي في وسط الملعب لهيلر، لسيدريك لفولزي. هل هيخش يشوط؟ الدفاع وقفه. رجع محمود زكي الملعب مرة تانية، وكمان صاروخ طلع من فولزي لكن خارج الملعب. يا سلام يا السيد، عمل كرة جميلة للأسف ما كملتش، رجعت علينا. شيل يا سيد، شيل، ما شالش سيد. فأول تقدم في المباراة لصالح فريق منوا الكاميروني. يلا يا رجالة، أربعة الكاميرون منوا الكاميروني، ثلاثة النادي الأهلي. في كلام هنا طبعا ما بين زكي وعبد الوارث ومصطفى خليل. 4-3، بنلعب في الدقيقة 10 فعلا، في الدقيقة 11 دخلنا عليها. يلا يا اولاد تركيز، احمد عبد الرحمن وينزل على مكانه وعبد الوارث. فاول تاني علينا. وقفوا زكي قبل ما يطلع الكره من ايده عشان ما تبقاش هجمه مرتده. طبعا النادي الاهلي انا بعذر اللعيبه دي لان مباراه امس كانت صعبه وقويه وكلها لعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، محدش قادر يتوقع نتيجة المباراة على الإطلاق. كل اللي كان موجودين في صالة كبرى باستاد القاهرة لم يتوقعوا نتيجة المباراة، لأن النتيجة كانت ماشية واحد هنا وواحد هنا، و
مجهود كبير طبعا بذله لاعيبه النادي الاهلي، هل مأثر على عليهم في هذه المباراه؟ اكيد هيأثر لغايه الربع ساعه الاولى ما تنتهي، ويبتدوا يفوقوا ويبتدوا يرجعوا يعملوا استفاقه من جديد ويرجعوا مره ثانيه للمباراه. كره مع منوال كاميروني ومعاهم 4 أهداف مقابل 3 للنادي الاهلي. الكره هنا طبعا فيها حاجه والحكم هو الوحيد اللي من حقه يغيرها، اللعيبه تغيرها تطلب، انما ما تغيرش الكره الا باذن من الحكم. عبد الوارث بيدي صمغ او لهيلر، عوده مره ثانيه للقاء، عوده مره ثانيه للقاء. فولزي لفرانك، فولزي الباك اليمين لهيلر، لفولزي مره ثانيه للباك الشمال، للباك الشمال لفولزي، هيلر عملها جميله لكن بودي بيقطع الكره ويطلع على طول، ويطلع على طول. يلا 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 امين، يلا امين. مصطفى خليل، مصطفى خليل وعدى وما، يا سلام على حظك، يا سلام على حظك. هارد لك حسام يا ميدو، هارد لك، بتيجي في القائم وبترجع وتبقى هجمه مرتده علينا وبيعطله كويس. برافو عليك يا مودي يا بودي. محمد عبد الرحمن، بودي عطل الكره، عطل الكره، وهم طبعا ماشيين براحتهم لان طبعا المباراه لغايه دلوقتي المستوى ماشي متوازن مع النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل ومنظم البطوله، حاجات كتير تخلي الفرقه الثانيه تبقى ماشيه بهدوء نوعا ما. لكن هم اعتقد لان هم حتى عدد لاعبتهم تسديده قويه، لكن السايب بيمسك بيمسك وبيطلع وبيطلع. مصطفى خليل لعبد الوارث، عبد الوارث لزكي، وقف على كورته وطلع رجعه ثاني لعبد الوارث، لعبد الوارث. في قرايه هنا في النص، هنشوف ايه اللي هيتعمل. بيعمل في تبادل حركه هما بين الجناح اليمين والوينج اليمين، عبود او بودي طلع بقى في الباك وحسام بقى في الوينج، واحمد عبد الرحمن نزل على وسط الدايره، ومصطفى خليل، مصطفى لبودي عبد الوارث، عبد الوارث بالعرض، بالعرض، يا سلام. مش معقوله، اتعملت جميله قوي لكن تركزها في النهايه عبد الرحمن بودي بيشوطها بشماله قويه بمنتهى القوه، يمكن من اسرع الكرات اللي اتشاطت النهارده على مرمى ماريو الكاميروني، منوال كاميروني، لكن للاسف خارج المرمى. تركيز، هم بيركزوا جامد في الهجوم الحقيقه، لان طبعا دفاع النادي الاهلي متميز، دفاع النادي الاهلي باستمرار في 6-0. شاطت من بره من رقم 7 جون تراد، وبتطلع تترد مره ثانيه. مصطفى لعبد الوارث، لكن اتزق زقه خفيفه خلى الكوره طلعت من ايده وحشه قوي على غير المعتاد من عبد الوارث. في وسط الملعب لبابا زينجا، بابا زينجا لفولزي لرقم 8 هيلر في وسط الملعب، البايفوت بتاع فريق منوال كاميروني. رقم 8 في وسط الملعب هيلر، الفي اي بي بتاعهم، البايفوت بتاعهم. لكن النادي الاهلي الدفاع واضح وصاحي والتحرك سليم، الاليوبي بيتحرك محترم قوي في دفاعاته، ومعاه احمد عبد الرحمن بيقفلوا الدنيا وبالفعل اتخطفت. برافو مصطفى لاليوبي لبودي، يطلع لوحده مع حسام، وقف على كورته ورجعها مره ثانيه لزكي اللي راح ناحيه اليمين، طبعا مش مكانه، بيعمل تبادل في الاماكن حتى يرجع عبد الوارث، محمد عبد الوارث. هنشوف اللعيبه بدات تتكلم مع بعضها، وهنشوف هيعملوا ايه في الهجمه ديت. احمد عبد الرحمن واقف، بودي حب يعملها بس ما ظبطتش معاه، ما ظبطتش معاه، حب يخش كره وقعت من ايده وهو داخل، كان عايز يوصلها لميدو من خلف اللعيبه لكن وقعت منه وراحت خارج الملعب. ترجع هجمه ثانيه مع منوال كاميروني،
من وائل كاميروني. وصلنا لنص الشوط الأولاني من أحداث المباراة، 15 دقيقة عدوا، وتسديدة قوية لكن السيد 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 حارس من حراس اللي أنا بعتبرهم في رأيي الخاص إن هو من الحراس المميزين جدا في مصر والنادي الأهلي، في النادي الأهلي ومصر الاثنين. تسديدة قوية لكن مفيش بخت، تالت كرة تقريبا اهي في القائم، اثنين من مع أحمد حسام ميدو، اثنين من أحمد حسام ميدو، لكن التركيز إن شاء الله بدأ يعود. أنا ده رأيي بدأ يعود. طبعا كابتن عاصم محمد ومعاه عادل زولا أكيد هي فعلا واقف أهو، وادي إبراهيم المصري بدأ يستعد، هل هيخش لمعاونة الأليوبي كما اعتدنا على ذلك؟ هنشوف. تمريرات في المنطقة الخلفية، زيلر لهيلر، هيلر عفوا لباتريك، للجناح راؤول، للقنبلة البشرية فولزي اللي داخل من عند ايوه فعلا خد انذار مصطفى خليل. اذا مصطفى خليل انذار، ومحمود زكي دقيقتين، ومفيش حتى الان ولا رمية جزائية ولا انذار الناحية الثانية سواء للاهلي او لمنوال الكاميروني، مفيش، لان فعلا مفيش. تسديدة قوية جدا لكن الحمد لله خارج المرمى. بيوم السيد وبيطلع كرة على طول مصطفى خليل لبودي، في هنا تايم اوت. اول دفع باسلام حسن في اللقاء، اسلام حسن ومحمد ابراهيم. طبعا اسلام حسن ومحمد ابراهيم قوة خارقة، عبقري اسلام. يبقى كده النادي الاهلي بياخد التايم اوت الاول ليه في اللقاء، و هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه مع نزول محمد ابراهيم واسلام حسن. هل هيغيروا من شكل اللقاء؟ اكيد هيعملوا صحوه، وادي جمهور النادي الاهلي العظيم اللي متابع النادي الاهلي في كل وقت، وايضا محمود فايز نعيم، وايضا حماسه، يعني غير اربع لعيبه في الدفاع في الملعب. اعتقد ان الاربع لعيبه دول كفيلين بتعديل النتيجه، لان احنا وصلنا من الدقيقه 7 حتى الان لم نسجل اي اهداف. 11 دقيقه على نهايه الشوط، صيام عن التهديف بالفعل، لكن ان شاء الله نعوض. يلا يا اسلام يا عبقرين، وعايزين نشوف العبقريه. اسلام على شماله زكي، وعلى يمينه خليل، حماس عفوا مش خليل، حماس خليل طلع، ودي اول افعال اسلام، بيخش وبياخد رميه جزائيه، بياخد رميه جزائيه، وهنشوف مين اللي هينفذها. لسه بقول لحضراتكم مفيش ولا رميه جزائيه حصلت لغايه دلوقتي، ادي اول رميه جزائيه للنادي الاهلي في الدقيقه 18 او 19. طبعا انا ساعتي مش مظبوطه 100 100، لكن ساعه الملعب هي الرئيسيه. حماسه وموت ادولف، يا سلام يا حماسه، بيسجل بها الهدف الرابع للنادي الاهلي بعد صيام اكثر من 10 دقائق تقريبا عن التهديف. اذا النادي الاهلي 4 نادي منوال كاميروني 4، التعادل في الدقيقه 19. يلا رجاله نشوف الدفاع الحديدي. اسلام بيطلع لفولزي، لسيدريك اللي جه مكان فولزي دلوقتي، سيدريك لجونتراد، لسيدريك اللي بينزلها على الدقن لكن بتتخطف. يا سلام يا محمد، يا سلام يا محمد ابراهيم بالخبره وبالعقل، وحماد يخش على طول فاست بريك سريع في الدقيقه 19 يسجل الهدف الخامس للنادي الاهلي. اذا 5 النادي الاهلي. برافو يا فايز، ما طمعش في الكوره. لا محمود عاصم حماد جاي من الخلف للامام، منطلق منتهى القوة والسرعة والتركيز العالي، استلم الكورة ودخل وشاط وسجل زي ما حضراتكم شفتوا. هيلر الملعب على يمينه لسيدريك، اعتقد هيشوط، لا رجع في كلامه، وقعت الكورة من ايده لكن لحقها.
لكن فاول طبعا محمد ابراهيم بخبراته العاليه عمل ربكه في الهجوم الكاميروني. اسلام يعمل ربكه بقى في الدفاع الكاميروني. والدليل على كده اول ما نزل ما كملش دقيقه كان رميه جزائيه. اسلام بيعكس مع زكي، يخش زكي في النص، محمود زكي في نص الملعب. لا عفوا، ده مش زكي، ده عمر حجاج. عمر حجاج مشهور بقذائفه ال 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 هنشوف الكره دي الاول. ومحمود، يا سلام يا حوده، يا سلام يا ولد، داخل وبيشوط بمنتهى القوه وبيسجل محمود فايز نعيم الهدف السادس للنادي الاهلي في الدقيقه 20. يلا رجاله، يلا رجاله، في النهارده في سكور فظيع جه في ماتشات الصبح، 79 هدف، 67 هدف مقابل 19 لجي اس كي الكونغولي مع كيمباتا. مجموعه ثانيه طبعا، لكن مش دي القضيه، القضيه في انذار اهو للفرق كلها. لا احنا بنجيب اجوان، واجوان كتير قوي. هيلر بيحاول يعدي لكن لسيدريك، سيدريك يرجعها له، بتقع من ايده. هل هيلحقها عماصه؟ بالفعل لحقها وطلعها لحماد. حماد، حماد يا ولد، يا ولد يا ولد يا حماد، هايل يا ولد، هايل يا ولد. اثنين فاست بريك ب 100% بتسجيل هدفين من الاثنين فاست بريك. برافو محمود عاصم حماد، بص للجون كويس قوي. هو ده اللي احنا بنقوله دايما للاعبين الصغار في الفاست بريك او حتى على الدايره وانت بتشوط، قبل ما تشوط لازم تبص على الجون وما تخافش، اوعى تفتكر ايدك هتتعلق او تحصل حاجه. 6-4 لصالح النادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه 21، وتايم اوت بيطلبه فريق منوا الكاميروني. ان شاء الله كده نفتح بقى ونزود السكور عشان ما ندهمش فرصه يقتربوا من النادي الاهلي. يا سلام احد الكرات اللي عملها ميدو، وايضا سيدريك. سيدريك يا سلام على الكره بتاعته، قويه جدا فولزي، لكن بيرد عليه من هنا، من هنا مصطفى خليل بعد الكور المعاده، بعد الكور المعاده قويه جدا جدا جدا، لعيب قوي جدا. انا يعني الراجل ده لولا ان هو مليان شويه كان هيبقى لعيب من اللعيبه القويه جدا. طبعا لازم يرجعه جاسون لاي، بيلعب رميه الارسال. 6 النادي الاهلي، 4 من وال كاميروني. النادي الاهلي خد تايم اوت واستفاد منه تماما، ومن وال كاميروني خد تايم اوت وبدانا ب الدقيقه 22. تمريرات في المنطقه الخلفيه، بدات النادي الاهلي بيعتمد على الخبرات الدفاعيه ايضا لمحمد ابراهيم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، معلش حسبها فاول ليه مش عارف، لكن محمد ابراهيم ضغط على الراجل، طلع الكره قطعها محمود فايز نعيم، نجم من النجوم الكبار ايضا في الجناح اليمين. محمود فايز نعيم اللي بيتبادل المكان ده معاه هو وحسام ميدو والغائب الحاضر محمود طه الحسيني. للاسف ما عنديش اي معلومه عنه، عن سبب غيابه. تسديده قويه لكن السيد بيشيل. يلا يا اسلام، يلا يا اسلام، بيقف على كرته خد اسلام، ما طلع له، طلع ما طلع له السيد، على طول على طول على طول رجع تاني لاليوبي. اليوبي باجيو كان ممكن يخش ويسجل لكن ما رجعتش الكوره طبعا لان حماصه اتمسك. ما زلت برضه بذكر الساده المشاهدين ان مباراه امس كانت قويه جدا، ارهقت بالفعل النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ارهاق كبير جدا. لكن هنبتدي ان شاء الله الارهاق بيضيع مع بدايات المباريات الثانيه. العشر دقايق اللي وقفنا فيها دي كانت من ضمن العشر دقايق الصامته. حجاج بيمارس هوايته وبيخش وبيسجل الهدف الثامن للنادي الاهلي، وبيطلع بيكلم عادل زولا اهو والكابتن عاصم، هنشوف ليه. 7 النادي الاهلي، 4 من وال كاميروني اللي ايضا توقف عن التسجيل. فاضل 6 دقايق، يعني بنلعب في الدقيقه 24 ونص تقريبا. فولزي من وال كاميروني لهيلر لفولزي مره ثانيه. اشوال هو هيعمل ايه؟ هل هيشوط؟ رجعها لبابا زينجا، لروميو، لهيلر، لزينجا اللي بتقع منه. لم يا باجيو، لم يا باجيو، واسلام على طول حافظ حافظ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، برافو محمد ابراهيم، برافو محمد ابراهيم، بيخش
من الباصه بتاعت عفوا محمود فايز نعيم، ارى انه جاي من الخلف وفي مكان افضل. واحنا لعبتنا دايما تعتمد على الذكاء مش على ان انا عندي مهاره عاليه. زي محمود فايز نعيم عنده مهارات عاليه طبعا بلا شك، يخش بقى يقول لك اخد الكره واخش اسجل، لا ده شايف محمد ابراهيم جاي وفي مكان افضل، يبقى هو اللي هيسجل وهو اللي هيجيب جول افضل. الافضليه دايما عند كره اليد، في كره اليد دائما للي متواجد في المكان الافضل. محمد ابراهيم كان في نص الملعب امام المرمى. مره ثانيه الكره مع جاكسون لزيلر، بيقطعها فايز لكن خدها دخل عمل فاول عليه ويطلع. يا سلام، قويه طلع فايز كره قويه جدا، لكن السهم المخترق من الخلف للامام محمود عاصم حماد لحقها، لكن للاسف ما قدرش يوقفها. الجون الخامس بيجيبه سيدريك القوي في الدقيقه 27. لا داخل منطقه قوه الحقيقه، ما نقدرش نلوم فيها السيد محمد السيد ابدا في الكوره دي، قويه جدا وحاططها في زاويه واضحه بالنسبه له قوي ومنتهى القوه، فالهدف الخامس. 8 النادي الاهلي، 5 نادي منوال كاميروني. اسلام حسن عيسى، ويا سلام يا حجاج، اهو كده حجاج يستلم ويطلع ويشوط ويسجل الهدف العاشر للنادي الاهلي. يبدو ان الكره دي ما اتحسبتش، حسبها حاجه، بس الراجل بيشوط من بعيد. على اي حال النتيجه 9 كما املنا، 9-5 لصالح النادي الاهلي، وكره مع منوال كاميروني. تسديده قويه لكن السيد بيطلع بيصد وبيطلع يلم الكره ويطلعها الحماصه، حماصه بيعمل دريبل وماشي وقف على كورته بيسيها بالعرض. يا سلام يا اسلام بيسجل اسلام الهدف العاشر. اذا اسلام النادي الاهلي 10 عن طريق اسلام حسن عيسى، اللي عامل نفسه انه هيخش يسقط الكره لمحمد ابراهيم، كل ملامحه انه هينزل الكره، لكن الخبره بتقول انا اعمل اللي انا اشوفه اكتر والافضل لصالح الهجمه وصالح النادي الاهلي. بالتالي اذا 10 النادي الاهلي، 5 من وائل الكاميروني، وفاضل دقيقتين على نهايه الشوط الاول. طبعا الدفاع لما وقف وصمد، تسديده قويه لكن السيد صاحي ويطلع كره كويسه. عاصم برضه ما قدرش يستلمها لكن حاول يرجعها لكن كان دخل جوه الدايره. اتردت مره ثانيه وكره من لونج باص. يا سلام، كره جميله والله، اتعملت حلو في غفله من دفاعات النادي الاهلي، من محمود عاصم حماد واسلام عيسى. اتردد من لونج باص من الباك للجناح للباك اللي جاي من الخلف، واتشاطت كره جميله. اسلام بيحاول يرد لكن بسرعه زياده عن اللازم. اذا الهجمه مره اخرى مع فريق منوال كاميروني. 10 النادي الاهلي، 6 منوال كاميروني، وفاضل اقل من دقيقه على نهايه الشوط الاول. تحضير في المنطقة الخلفية، هيلر لجاكسون في نص الملعب، بيعملها يمين وشمال توصل لفولزي لجاكسون مرة تانية. يا سلام على الدفاع، طلع له إبراهيم المصري وتسديدة قوية من خلف إبراهيم المصري الحقيقة، بيسجل بها الهدف السابع لفريق منوا. يلا نعوض الكرة دي يا أولاد. الأليوبي هيباصي وهيطلع. اسلام بيحاول ياخد الكرة ويمشي لكن ممسوك جامد وفاول. رقم 2 راؤول. يلا يا اسلام. على ساعتي انا فاضل 15 ثانية، لكن طبعا ساعة الملعب هي الأساس، واللعيبة طبعا لو 15 ثانية أعتقد كان في تحرك أسرع من كده. جت في رجله لكن ما حسبهاش وارتدت هجمة على النادي الأهلي. وطبعا هدف لكن هنا
اتحسب الهدف 8 10 8 للنادي الاهلي. لا ما نزلتش رغم ان الشرط بتقول انه نزل. هل في هدف في الاعاده دي؟ على اي حال 10 النادي الاهلي 8 من وا الكاميروني. سيدريك لجو لفولزي لسيدريك مره ثانيه في وسط الملعب لهيلر. فولزي اطلع له قبل ما يشوط، اطلع له قبل ما يشوط وفعلا شاط تيجي في القائم وبترجع مره ثانيه وتسديده قويه لكن السيد صاعي بيصد السيد وبترجع. لكن هل في فاست بريك؟ لا ما وقفت الكوره واسلام هنا اكيد في انذار على الاقل يعني. حماصه تسديده يا سلام على العارضه، العارضه رابع كوره في العارضه النهارده، العارضه اليمين بالذات اليمين دي شالت ثلاث كور النهارده. سيد بيصد وبتطلع لكن في فاول بيحتسب لصالح من وائل الكاميروني. طبعا هو من الناحيه الثانيه خالص مش من الناحيه دي. هل الكوره فيها حاجه؟ ايوه مظبوط كده مظبوط. فولزي ومعاها صفاره او اشاره نهايه الشوط الاولاني. وبكده اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي نكون وصلنا لنهايه الشوط الاول والنتيجه 8 نادي منوا 10 النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني والى نلتقي مع حضراتكم مره اخرى. اجمل تحياتي معلقكم حسين توفيق. وجمهور النادي الاهلي سعيد بالنتيجه وان شاء الله يسعد اكتر واكتر. وان شاء الله الجمهور او النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يسعدوا جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي خاصه. وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي. بدانا الشوط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. والنادي الاهلي اصبح بلبسه الازرق على يميننا على شمالنا عفوا. ونادي منوا الكاميروني على يمنا بلبسه الابيض. وتمريرات في المنطقه الخلفيه طلع محمد ابراهيم ورجعها لحماصه وتسديده قويه والهدف. لم يتحقق الهدف رغم قوه التسديده شوفها لان ما كره سريعه بتلف من الناحيه اليمين في نص الملعب لجونتراد لهيلر وتسديده قويه لكن قوي ما شاء الله. فولزي ما شاء الله قوي وطويل برضه في نفس الوقت مش مليان وبس لا قوي وطويل. في دقيقتين هنا على مين؟ هنشوف دفع اسلام. سلامات يا اسلام ان شاء الله خير. رقم اثنين راؤول هو اللي زق يا اسلام وبياخد ايقاف لمده دقيقتين. على فكره ما فيش ولا انذار في الشوط الاول للناحيه البيضاء، المفروض ده يبقى انذار. تسديده وحشه من اسلام، يبدو ان الخبطه عملت له شبه ارتجاج كده لكن ان شاء الله سليمه. اليوبي نازل رايح مطرحه مكانه قدام العارضه الشمال او العارضه اليمين حسب ابراهيم المصري. ابراهيم المصري مش في الملعب مع محمد ابراهيم وحجاج واسلام على يمينه وعلى شمال اليوبي صمامات الدفاع للنادي الاهلي. رقم 8 هيلر لرقم 4 بابا زينجا. هيلر مرة تانية لسيدريك اللي بيحاول يعدي لكن بيطلع له حجاج بيوقفه. بابا زينجا يا سلام عليك يا اسلام، بيقطع كرة جميلة وعلى طول لحجاج يا سلام يا حجاج بيجيب الهدف ال 12 للنادي الاهلي في الدقيقة الثالثة من احداث الشوط الثاني.
عشان يعلي النتيجة إلى فارق 4 أهداف. كنا وصلنا لها فارق 5 أهداف في الشوط الأول، 9-4، عايزين نعديها نبقى فارق 10 15 هدف 13. طيب يبقى اتحسب الجون الأولاني بالفعل، إذا النتيجة 13-8. اتخطفت مرة تانية بفاول، يلا يا حجاج، يلا يا حجاج. إسلام بيقف على كورته مستني القادم من الخارج، مين؟ رقم 18 أحمد حسام ميدو، على يمين إسلام عيسى وعلى شماله حجاج، يبقى حجاج في الخلف وميدو. يا سلام عليك، تسديدة قوية، لكن في بلوك بيطلع من رقم 8 ورقم 3 جاسون لاي، بيعمل بيخليها تطلع تبقى رمية جانبية لصالح النادي الأهلي. ميدو مرة تانية، يلا إسلام بينزكر، لكن ممسوك يا راجل. الحكم أقرب، والحكم هو اللي في إيده القرار وليس في إيد إدنا هنا كمعلق. فولزي ممسوك بالفعل، محمد إبراهيم في الكرة دي من ممسوك من وسطه، لكن هو صاحب القرار مش أنا. رقم 6 جاكسون في نص الملعب، رايح يمين ورايح شمال، وبيقف على كورته وبعدين بيطلع للدم، بيطلعها الهيلر لجاكسون مرة تانية. هل هيشوط؟ شوط فعلا قوية، لكن عصام، يا سلام يا عصام، يا سلام يا عصام. بيرد هنا بقى، هنا العبقرية، هنا بيرد عليه على طول إسلام حسن عيسى، بيقول له يا سيدريك بص الكرة بتتعمل ازاي، والدخول امتى وفين، والتسديد ازاي، وسط من وسط رجل حارس المرمى ماريو او ماريو ادفولف. 14 النادي الاهلي. وصلنا للدقيقه 6 اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، الدقيقه 6 من الشوط الثاني، والنتيجه اصبحت 14 النادي الاهلي 8 نادي من واو. تسديده قويه ما قدرش يعمل لها حاجه عصام، حط ايده فيها فعلا، لكن انا قلت لحضراتكم فولزي ده قوة غاشمة قوية جدا، بيسجل بيها الهدف التاسع، إذا 9 من وا الكاميروني مقابل 14 للنادي الأهلي. إسلام لأحمد ميدو، أحمد حسام، وبيتكلم طبعا حسام من النجوم الصاعدين، وعيسى من النجوم الكبار، إذا لازم يسمع كلامه ويشوف ينفذ بالحرفية. حجاج هيرجعها تاني لميدو، ميدو في وسط الملعب تاني على الجانب لإسلام حسن عيسى اللي بيخش وسط الملعب لميدو، وتسديدة قوية بيصدها الحارس أودولف، وبتطلع تبقى رمي، تبقى هجمة مرتدة لكن مش سريعة، لأن الحمد لله دفاع النادي الأهلي. يا سلام يا إسلام، يا إسلام يا إسلام، يا إسلام يا إسلام، يا سلام، 20 مرة مش مرة واحدة. لقط الكورة ولقط اللعبة وأراها وارى كل حاجه، ويبدو هنا ان في، هنشوف بيدي ديتين تاني على مين. يا سلام يا اسلام، لقط الكوره وخدها ولف باللعيب، خلاه زقه، خلاه خد دقيقتين. اذا الفريق الكاميروني هيلعب ناقص دقيقتين، جونتار ناقص لاعب، واسلام داخل وبيعدي. يا سلام على اسلام لما بينقي المكان الصح وبيخش من المكان الصح ويسجل الهدف الصح. ما قدرتش اعمل كاونت لاسلام، لكن هو تقريبا ده هدفه الخامس في هذا في هذه المباراه. فولزي في وسط الملعب لهيلر لبابا زينجا، بابا زينجا اللي بيقعد وسط الملعب دلوقتي. بابا زينجا مره ثانيه على شماله الهيلر لزينجا لصدر اللي جاي من خلف فولزي، لكن الدفاع تمام. محمد ابراهيم واسلام وتسديده، تسديده كان لازم عمر حجاج يطلع للكوره دي قبل ما يشوط، قبل ما يشوط فعلا شاط وسجل الهدف العاشر لنادي منوا الكاميروني. اذا 15 للنادي الاهلي، 10 منوا الكاميروني، وبنلعب في الدقيقه 9 اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في البطولة بوجه عام والمباراة دي بوجه خاص.
فولزي محتاج الراجل ده قبل ما ياخد الكوره وبعد ما ياخد الكوره لازم واحد يطلع له مباشره. حجاج اللي ناحيته، ايوه كده حجاج اطلع، مش بعيد قوي لكن قرب منه عشان يقف، لان ده لو خد الكوره ومشي هياخدك معاه في السكه. بس دي ده قوي. لكن عصام، يا سلام يا محمد، يا عصام، محمد عصام بيصد الكرة قوية جدا من بابا زنجا. بابا زنجا روميو اللي بيلعب في وسط الدايرة، على الدايرة وفي الجناح الشمال وبيلعب في وسط الملعب لغاية لما رجع جاكسون من الإيقاف، ورجع هو من الإيقاف وكامل فرقة الكاميرون. رجع جاكسون على يمينه لهيلر، لجاكسون مرة تانية وتسديدة لكن مع الأليوبي. يا سلام يا أليوبي، خبرات عالية في هذا المكان، مكان استراتيجي ما يقفش فيه غير مدافع قوي، مدافع فاهم بيعمل ايه، ودي مهمة كبيرة جدا بيتبادلها مع بعض هو وابراهيم المصري. يا سلام يا عصام، طلع طلع طلع، والفاست بريك سريع جدا، ويا نعيم نعيم نعيم، انعم عليك الله يا نعيم، هدف ال 16. ليه؟ لان نعيم انطلق مجرد ما مع عصام مسك الكرة انطلق بمنتهى السرعة، والصورة جايباها اهو قدامنا، مبسوط بهدفه الرائع اللي جابه الهدف ال 16 في الدقيقة 12. نزل مع ستة جاكسون، تلعب بيستلمها من فولزي لبابا زينجا لجاكسون لفولزي. فولزي خليك معاه، برافو كده، برافو اكتر. الكره راحت له بالصدفه الحقيقه للمهاجم من ورا، لكن عصام قام باللازم وصد الكره وتطلع تبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. عبد الوارث ليه حجاج اللي عمل مجهود كويس في الدفاع الاخير. هنشوف هنا بيتكلموا مع بعض، هنشوف هيعملوا ايه. بدا يتحرك حجاج، هل هيطلع ويشوط لاحمد ميدو؟ يا سلام يا ولد، يا سلام يا ميدو، احمد حسام ميدو رقم 18 بيجيب الهدف ال 17 للنادي الاهلي في الدقيقه 11. اذا احمد حسام ميدو نجم المستقبل ونجم النادي الاهلي، والصاعد على يد عاصم حماد، متواليين بقى له اكتر من اكتر من سنتين او ثلاث سنين، وبالفعل الولد بيثبت جدارته. دفاع قوي وجميل، لكن الانفراد اجمل، وقدر يخش ويسجل رقم 4 بابا زنجا. بابا زنجا روميو، بابا زنجا روميو عدى بالفعل من جنب محمود فايز نعيم وسجل الهدف ال 11. تسديده قويه من اسلام حسن عيسى. اسلام حسن عيسى مترتد على اي حال. 17 النادي الاهلي، 11 من وا، وبنلعب في الدقيقه 12 من احداث الشوط الاول. عفوا. طبعا اعزائي المشاهدين، ساعتي برضو هي ساعه الملعب، هي الاهم، هي الاكثر، وهي اللي بيمشي عليها الحكام مش المعلقين. تنزيل على الدايره جميله، لكن يا سلام على الدفاع، يا سلام على الدفاع. الاليوبي متالق في كل مكان، تطلع ليها حجاج، حجاج حجاج حجاج، يا سلام يا ولد يا عبد الوارث، دخل من حته مش معقوله وصعبه، صعبه جدا، لكن صعبه على مين؟ على احد نجوم النادي الاهلي؟ ابدا ابدا، حطها في بطن العارضه وبيسجل بيها الهدف ال 18 للنادي الاهلي في الدقيقه 13. محمد عبد الوارث احد نجوم النادي الاهلي، وطبعا الاخ الاصغر للكابتن سامي عبد الوارث، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، صاحب الريكورد العالمي 15 هدف في مباراه واحده في بطولات العالم او في كاس العالم السابقه اللي طبعا لعبها في التسعينات كلها، كانت وكانت بالاخص كانت مباراه مع رومانيا في بطوله العالم. فايز طبعا بيرجع الكوره، لان اكيد الحكام سمير كريش وسمير مخلوف وقفوا الكرة. طبعا هنا المفروض الكرة دي ما تحسبش فاول، لان هو اللي حاطط ايده في الكرة، بالتالي راحت لرجل محمد ابراهيم، لكن خد فاول، رجع الكرة، لعبة الفاول من مطرحها.
ما نزعلش، يلا يا جماعه عايزين نزود الاهداف كمان وكمان. بودي اللي دفع بيه دلوقتي الكابتن عاصم محمد، وسط الملعب لمصطفى، لبودي للي جاي من، يا سلام يا سلام يا سلام يا اسلام، ممتع ممتع ممتع، لعيب عبقري، لعيب ممتاز، بيخش في الوقت المناسب، بيقف في الوقت المناسب، بيعدي بكتفه وبرجله وبجسمه كله في الوقت المناسب، بيقدر يتخلص من الدفاع في الوقت المناسب ويحرز الهدف ال 19 ايضا في الوقت المناسب في الدقيقه 14. 19 النادي الاهلي، 11 من وائل كاميروني. تمريرات في المنطقه الخلفيه للكاميرون، هيلر على يمينه لرقم 2 راؤول، لهيلر مره ثانيه للراجل ده، وقف وقف وقفوا وقفوا، شاط شاط شاط، الراجل ده قوه بشريه ضخمه ما شاء الله عليه. لا حسن محمد ابراهيم اتاخد خبطه، لكن كان المفروض يكمل معاك من الاول، ما كانش ما كانش هو اللي جالك يا محمد ابراهيم. اذا 19 النادي الاهلي، 12 من وائل كاميروني، الدقيقه 14 برضو. بودي بودي لزكي اللي رجع الملعب مره ثانيه، لمصطفى، توصل لزكي، لخليل، مصطفى خليل لزكي، هل هيعدي؟ هل هيعدي لزكي ودخلها لميدو، زكي ويشاط، لكن اتصدت اتصدت. معلش جمله جميله قادها محمود زكي، لكن في الاخر صدها رقم 2 ماريو راؤول حارس المرمى، حارس المرمى فريق من وائل كاميروني. هيلر في وسط الملعب على يمينه وعلى شماله لراؤول، للخطير فولزي، وتسديده، لكن على طول بتطلع، على طول بيصد عصام ويطلع فاست بريك. يا سلام عليك، يا يا يا، مش معقوله مش معقوله الكره دي يا عبد الوارث، ده انت حطيت كره قدها 20 مره يا راجل. لكن معلش كان مضغوط عليه جامد، عمل التبادل التبديل مع مصطفى خليل، مصطفى خليل اللي بيرجع في الدفاع، وفي الهجوم بيطلع معاه، بيطلع عبد الوارث لإراحة اللاعب من ناحية، لأن طبعا لسه البطولة عليها وقت كبير، من 13 ل 23 أبريل في هنا في القاهرة، والدور الأول طبعا مهما يكن ما هوش أصعب من الأدوار التالية اللي هي دور الثمانية ودور الأربعة والنهائي والنصف النهائي. طبعا تحميل تحميل، لكن الحمد لله ما اتحسبتش، حسبت فاول لصالحه. بدأ الراجل ده يشتغل في الشوط الثاني أكتر من الشوط الأولاني، الشوط الأولاني أظهر القوة فقط، النوادي أظهر القوة والتسديد القوي جدا. يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى، والفاست بريك مع أقرب شوية يا مصطفى، معلش اتاخدت اتاخدت من زكي، اتاخدت من زكي وراحت ليه على طول لفولزي، فولزي بشماله الرقم 4 بابا زينجا روميو، بابا زينجا روميو توصل للجناح الشمال جاكسون، بابا زينجا روميو اللي ماسك الملعب دلوقتي، البايفوت بتاع فريق من وا، وهيشوط وشاط، لكن عصام عصام صاحي، يا سلام يا عصام، عملت مباراة جيدة جدا 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 جدا، بل ممتازة جدا أمس، وأثبتت وجودك ضمن حراس النادي الأهلي وإن شاء الله المنتخب مصر بإذن الله. بودي لميدو لأحمد عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن، يبقى أحمد عبد الرحمن قدامه مصطفى خليل، والناحية الثانية زكي وقدامه، هنشوف الأول اللعبة دي. بودي يا سلام يا سلام، عدى لكن اتخبط اتخبط اتخبط، زكي خد فاول، خد فاول، زكي بيعدي، زكي بيعدي، زكي بيعدي، لكن اتنين دخلوا عليه، كالو جاكسون ورود رودريجوز،
يعني ما فيش فرصه، مش هتعدي يا زكي، ارجع يا زكي، ارجع يا زكي، ورجع يا زكي فعلا. يلا عبد الوارث وتسديده، لكن في البلوك وبترجع خارج الملعب، لكن قبل ما تخرج حارس المرمى ماريو طلعها بالفعل خارج الملعب. فولزي وسط الملعب لبابا زينجا، هيلعب الكرة دي أكيد وهينزل زي كل مرة. زينجا، زينجا لماريو، لزينجا مرة تانية. خليك قافل عليها خليل، خليك قافل عليها خليل، برافو عليك وبرافو عليك كده. الدفاع زكي بيتحرك كويس قوي مع بابا زينجا، وقفه وخلى وخليل تحركه، خلى الكرة ما تروح أو ما يفكرش يوديها للراجل الخطير اللي مع الكرة اللي بيشوط، لكن عصام راها صح، راح مع الكرة صح، صد صح، لكن رمية جانبية. لعبها بسرعة جاكسون لاي، جاكسون لاي حكم بيرجعه، اتخطفت على طول. واحمد عبد الرحمن، احمد عبد الرحمن وعلى طول والتو توصل لمودي، يا سلام يا مودي، دخل وبص كويس قوي على حارس المرمى فين، وبيخش وبيسجل الهدف رقم 20 للنادي الاهلي في الدقيقة 18. برافو يا مودي، برافو يا مودي، وبيشتكي طبعا بيقول لهم ازاي الزقة جامدة، لكن هي المشكلة يا مودي احنا لعبتنا لعبة الاقوياء، لعبة قوية، لابد ان تتحمل ولابد ان لا تشتكي، بل بالعكس نضحك ونفكر في اللي جاي على طول مباشرة. بابا زينجا بيطلعها لماريو للخطير اللي بيشوف شوطة قوية، لكن عصام يصد وبيطلع، بيطلعها لزكي في وسط الملعب، واقف على كرة مصطفى خليل على شماله. مودي مرة تانية لزكي، هل هيعدي؟ هل هيعدي؟ اتنين دخلوا عليه جامد وقفوه تماما. مرة تانية بودي لزكي لمصطفى، لزكي مصطفى خليل، لا ما وصلتش لأحمد عبد الرحمن، جت في رجله تقريبا وخرجت خارج الملعب، عشان كده اتحسبت رمية جانبية لصالح من الكاميروني. تقريبا 10 دقايق ونص تفصلنا عن نهاية المباراة، والنتيجة النادي الأهلي المصري 20 نادي من الكاميروني 12، في إطار فعاليات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة بصالة الأمير عبد الله للنادي الأهلي في الفترة من 13 ل 23 فبراير 2018. دفاع كويس، زكي بيتقدم وأحمد عبد الرحمن بيتقدم، وأيضا مصطفى خليل ناحية الراجل اللي هيشوط ده، شاط بجد في الدفاع ورجعت له يا محفوظ، لكن 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 دخل وعصام بيشيل وتخبط فيه، تبقى فاول عليه لانه جوه الدايره. يلا يا زكي، يلا يا زكي، ممسوك تاني، ممسوك تاني، ممسوك تاني. احمد عبد الرحمن ممسوك من جوه من قدام ومن الخلف، يعني انصحك بلاش الدخول لغايه السبعه متر يا زكي. محمد عبد الرحمن لميدو، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، جميلة 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 من زكي لميدو اللي دخله بيفتح ايده لأقصى مكان في الجو، بيفتح الزاوية البعيدة لمرمى ماريو وبيسجل الهدف 21. برافو أحمد حسام ميدو. على ساعتي أنا 9 دقايق اللي فاضل متبقية، يعني دخلنا على الدقيقة 21، دقيقة 21 جاكسون اتعمل فاول، اتعمل فاول. يلا يا مودي، محمود زكي تهدئة في اللعب، وقف على الكرة أكتر من اللازم، لكن أكيد في حاجة. زكي يا سلام يا زكي، لا كلهم جوه، كلهم جوه، حتى لو الحائط الصد صح، لكن نزلوا الكرة نزلت عليهم جوه، إذا القرار في رأيي الشخصي سليم 100%. فعلا أهو خد الفاول، خد الفاول، حسبها رمية جزائية، إذا الطلوع في البلوك ما كانش. يلا عبد الوارث الأول، برافو عبد الوارث، الهدف رقم 2
رقم 22 للنادي الاهلي عن طريق النجم محمد عبد الوارث. برافو عبد الوارث، برافو عبد الوارث، من المتخصصين في الرميات الجزائيه او رميه 7 امتار للنادي الاهلي وايضا منتخب مصر. طبعا كده الشكل العام بيقول ان في تايم اوت اتطلب، فعلا تايم اوت اتطلب لفريق من واه. بنذكر حضراتكم النتيجه 22 للنادي الاهلي في الدقيقه 22 ومن واه الكاميروني 12 في اطار فعاليات الدور الاول من بطوله الانديه الافريقيه لابطال الكؤوس للرجال والسيدات المقامه بالقاهره على صاله الامير عبد الله للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي وبعض المتابعه بعض الكور او الاهداف الجميله، اسلام حسن عيسى بيخش وبيسجل هدف جميل، رد عليه الولد فولزي، لكن لعيبه النادي الاهلي وخاصه الخبرات بتاعتهم العاليه بتخليهم يعني محمود دخل في الكوره دي، يعني لو شرحنا الكوره دي كره للتعليم. استلمها فين؟ هو راجل جناح يمين، استلمها هو شاط من فين؟ من عند النقطه السبعه متر، يعني دخل وفضل ماشي بالكوره بالدريبل طبعا، مش ماشي بالكوره اربع خطوات لغايه ما وصل لاقرب كره لاقرب مكان للتهديف وشاط وسجل هدف رائع. رجعنا مباراه مره ثانيه، كره مع منوا مع زينجر لهيلر، هيلر بياخد فاول، لا ما خدش وطالع زكي، عدى النبادي، عدى النبادي زكي، يا سلام يا زكي بمنتهى الذكاء. محمد عبد الوارث فتح له السكه وهو دخل، كل اعتمد على انه هيطلع كره لعبد الوارث لكنه كمل، عمل فنت وكمل ودخل وسجل الهدف ال 23 للنادي الاهلي. 23 في الدقيقه 23 عن طريق نجم النادي الاهلي محمود زكي. هلال يا سلام يا سلام، حقك يا هلال، حقك يا هلال، خد الكوره وعمل طلوع خفيف وشاط كوره في وسط الجون. عصام للاسف محمد عصام خدها بصدره لكن داخل المرمى وليس خارج المرمى. اذا 13 من و 23 النادي الاهلي. جمهور تشجيع متواصل باحترام وبادب اللي تعودنا عليه. يلا يا مودي، يلا يا مودي، يا سلام. عبد الوارث المفكر للنادي الاهلي والمبدع للنادي الاهلي خدها وعلى طول فتح الدفاع بانه دخل لغايه الدفاع لكن رجع الكره للي جاي من الخلف للامام محمد عبد الرحمن مودي اللي بيسجل الهدف رقم 24 للنادي الاهلي. في الدقيقه تقريبا 24 برضه او 24 بدأنا بالفعل. فولزي بيقف على كورته بيرجعها مره ثانيه، بيرجعها كتير، مش كتير، مش كتير، لكن هدف، هدف عن طريق جاكسون. جاكسون بيجيب الهدف ال 14، واحد اثنين وقبل كده اثنين، يبقى فعلا انا عديتها صح، لكن القرار الاول والاخير للحكم وليس للمعلق حسين توفيق. بودي عبد الوارث نفس الكره بيرجعها بس النوادي لمصطفى خليل، لا بودي بيرجعها لمصطفى خليل وبتتصد ترجع تاني هجمه للنادي الاهلي، تبقى هجمه كامله مكتمله من جديد. احمد عبد الرحمن وادي بودي قدام ده على الشاشه، راجع بياخد الباك اليمين زكي، وتسديدة قوية، وتسديدة قوية. تسديدة قوية من محمود زكي بيسجل بها الهدف رقم 25 للنادي الأهلي. 25 عن طريق محمود زكي نجم النادي الأهلي أيضا. عفوا. مجهود كبير بيبذله النادي الاهلي في الدفاع والهجوم في الشوط الثاني لدرجه ان تقريبا الدفاع تحول الى 3-3 وليس 6-0.
لكن مع التحول السريع جدا الى 6-0 كما نحن شايفين، وممكن يتحول ل 5-1 و3-2 فحسب حسب الكوره ومكانها وبعض الاشخاص، خاصه الجناح او الباك اليمين فولزي القوي جدا جدا اللي ما وصلتلوش الكوره كان هيبصها له الدفاع كويس قوي كده. انا عجبني زكي موقف الراجل ده ويخش هنا بقى، لا هنا ما تعملش حاجه، هنا ما تعملش حاجه لان ما شاء الله قوي صحيح، لكن الدفاع لازم يوقفك. تسديده قويه لكن متابعه من محمد عصام بيطالب برمي حره، لكن رميه حره ليه يا راجل؟ 25 النادي الاهلي 14 من وائل كاميروني، وبنلعب في الدقيقه 26. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، مصطفى خليل يعني انا كنت دايما اطلق عليه مصطفى الرايق لانه فعلا بيلعب بمزاج وروقان عالي عالي عالي، لعيب كبير ويستاهل كل الثناء والمدح. مودي طبعا اتمسك واتحسب له فاول عشان كده رجعوه، فعلا اتمسك ورجع له، لكن هو لو كان اسرع سنه يا ايوه هو ده المطلوب. يا حظك معلش يا سلام يا عصام، يا سلام يا محمد يا عصام، هايل. ليه بقول هايل وليه بقول يا سلام يا محمد عصام؟ راجل شوف طلع النجم عملها فين وقفل الزاويه على رقم 6 جاكسون من فين وخلاه صعب الامر عليه وشاط الكره خارج المرمى. اذا برافو محمد عصام احد نجوم هذا اللقاء مع زميله السيد محمد السيد اللي ادى الشوط الاولاني على اكمل وجه. يا سلام على اللعبه دي لو اكتملت. هدف لنادي منوع عن طريق رقم 4. شفا جميله وقويه وطبعا ما فيهاش حنيه، لكن الهدف ال 15 لنادي منوع في الدقيقه 27، 3 دقايق تفصلنا عن نهايه اللقاء حسب ساعه انا برضو مش ساعه المباراه. مصطفى خليل يا سلام يا رايق، يا سلام يا درش، يا سلام يا مصطفى. 26 ال 26 بيحرزه مصطفى خليل نجم من نجوم النادي الاهلي. فعلا برافو عليك يا مصطفى، برافو عليك. من هنا لغايه الصبح خد الكره واستلمها وطلع بمنتهى الهدوء وعدل نفسه فوق في الهواء وبص بكتفه اليمين دخله لاخر قوته، حط الكره على شمال حارس المرمى ماريو وهات الكره من جوه يا ماريو. جون تراد لرقم 8 هيلر لبابا زينجا، بتروح له ده ازاي؟ يا سلام على حظنا كويس. يلا عبد الوارث طلع الكوره، طلع الكوره وتمام تمام عبد الوارث لزكي اللي بينطلق منتهى القوه والسرعه علشان يسجل الهدف رقم 27 في الدقيقه 28. برافو زكي، برافو عبد الوارث، بيهنوا بعض طبعا لعيبه كبار الاثنين، مستوى مهني محترف من الدرجة الأولى لعبد الوارث ومحمود زكي، وطبعا باقي أفراد فريق النادي الأهلي أحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وكل لعيبة النادي الأهلي والأليوبي والمصري والوكيل وحجاج وكل فريق النادي الأهلي بدون ما عشان ما انساش حد عملوا النهارده. يا سلام يا مودي، يا سلام يا مودي على الخطفة وراح ولوحده وبيسجل مودي، بيسجل مودي الهدف رقم 28 للنادي الاهلي في الدقيقه 28 برضه من احداث الشوط الثاني. هنا في اشاره هي سامعينها، هل ده تايم اوت؟ هل تايم اوت؟ هنشوف عموما فعلا تايم اوت. لا ده كده نهايه المباراه، بكده فعلا بتنتهي المباراه والنتيجه 28 للنادي الاهلي 15 نادي منوع كاميروني. وكده اعزائي مشاهدي قناه النادي نكون وصلنا لنهايه هذا اللقاء اللي كان ممتع فعلا وادى فيه مجهود كبير، ونلتقي مع حضراتكم ان شاء الله في المباراه القادمه مع تحياتي
ينتقل الاستوديو الى الكابتن هيثم السعيد وملوك الصالات.